للحديث عن تواصل اشتباكات الميليشيات في البصرة والصراع السياسي على رئاسة الحكومة معنا من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، بداية مرحبا بك. ما مبرر هذه الاشتباكات بين الميليشيات الموالية لإيران من جهة وبين ميليشيا التيار الصدري من جهة أخرى في البصرة، بما تختلف عن غيرها من اشتباكات سابقة؟ حياك الله أخي العزيز، وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور. بالتأكيد هذا هو امتداد إلى الخلاف الحقيقي ما بين القوى السياسية المسيطرة بالشأن العراقي، سيما تلك الموالية إلى إيران والتي تختلف الآن معها لسبب من الأسباب. ولأن البصرة تحتوي من الأهمية الكبير والكثير، لأنها المنطقة الأساسية للنفط والمنطقة القريبة إلى إيران والمنطقة التي يمكن السيطرة عليها تسيطر على معظم الجنوب، نرى أن الخلاف ما بين التيار وبين الإطار بدأ على أشده في هذه المنطقة. والتأكيد للأسف الشديد أن هذه المنطقة قد تنفلت من السيطرة بشكل أو بآخر، وتأخذ الخلافات والاقتتال حالة واسعة في داخل المحافظة وخارجها، وهذا ما كنا على الدوام نحذر منه. إلى أي مدى تشير إلى أن الصدر لن يقبل بتمرير حكومة الإطار التنسيقي بسهولة من وجهة نظرك؟ أنا أعتقد لن يمرر أبداً، لأن السبب الأساسي إذا تركنا السبب الأساسي الخارجي الذي هو إرادة خارجية تذهب بهذا الاتجاه، نقول ما ترشح من تسريبات صوتية تسجيلية على لسان مالكي أكد أن هناك تدابير مكر وغدر، يعني أكيد متبادل، ولكن ترشح هو ذلك الذي قاله مالكي. وهذا التوجه يعني أن هناك خلاف كبير ما بين هذه القوة، هو أوسع من الظاهر، وعليه لا أعتقد هناك مجال العودة. العودة يعني خضوع أحدهم للآخر، وبالتالي لن يخضع أحدهم للآخر. طيب دكتور، هنا لماذا القوات الأمنية في العراق لا أحد يحترمها؟ لأنها أساسا غير محترمة منذ أن قبل أعضاءها أو الجهات الرسمية بتشكيلها بهذه الآلية اللا مهنية واللا وطنية. واحد، اثنين، أن القوى التابعة إلى إيران تمتلك البطش والقوة وعدم الانضباط بأي شكل من الأشكال. بالمقابل هذه المجاميع العراقية الرسمية جاءت من أجل ارتزاق مالي وليس انتماء لوطن وانتماء إلى عقيدة قتالية أو مهنية، وبالتالي هو لا يعني وغير معني أساسا بالعراق إذا ما خرب وإذا ما دمر. بينما الفصائل الولائية لا، مرتبطة عقائديا بالجهات الأخرى الخارجية التي تسعى هذه المجاميع إلى تلبية توجيهات كالقوى. هناك تسريبات من المخابرات المركزية الأمريكية تتحدث عن مخطط للفوضى في العراق يتم تحضيره، ما دلالات هذه التسريبات والمعلومات؟ بالتأكيد هناك دلالات كبيرة على فوضى آتية، ودائما نحن نحذر من هذا. ومنذ حوالي بعيد الانتخابات الماضية الفاشلة قلنا الاتجاهات تذهب إلى التخندقات الضيقة داخل إطار المذهبي الواحد. وهنا المشكلة الكبرى أن عندما تقاتل أطراف المعنية في داخل المذهب الواحد تسقط حجة المذهب الآخر والخطورة الخارجية، وتنهض بدلها الانتماءات الضيقة التي الجميع يسند لها ظهره ويسند عليها. وبالتالي نعتقد أن الاقتتال الداخلي ما بين ما يسمى المكون الشيعي، وعلم أن الشيعة براء من هذه المكونات السياسية كما هو حال الطرف الآخر. إذا نحن أمام فعلا أمام حالة من الفوضى والاقتتال لأسباب، المشكلة الكبرى هي لأسباب تتعلق بقوة خارجية وليس بالعراق. ماذا عن الدور الإيراني دكتور؟ يعني كما تعلم أن في إيران يجري هناك تظاهرات داخلية في الداخل الإيراني، وأيضا إيران منذ عام 2003 ولغ الذراع الطويلة في العراق عبر ميليشياتها الموجودة ذات النفوذ والسلاح والسلطة والمناصب. كيف تنظر إلى الدور الإيراني من خلال منظور هذا المخطط الذي تتحدث عنه المخابرات الأمريكية للفوضى؟ بالتأكيد إيران هي أساس لمشاكل المنطقة، وتصدير الثورة بدأ منذ مجيء خميني
وولاية الفقيه التي يراد لها أن تعمم نموذج عقائدي يتقاطع حتى مع المجامع الشيعية في النجف التي تدير جانب كبير من الشيعة. الشيء الآخر أن هذه المجامع التي تسيطر على الشأن العراقي التابع لإيران تأتمر بإمرتها، ولكن نعتقد أن إيران بدأت تستشعر أنها في مأزق كبير. فالقناعة العامة الشعبية في العراق تقاطعت مع إيران، وسمعنا من داخل نجف الكربلاء إيران برا برا بغداد تبقى حرة، وهذه الفصائل تتقاتل من أجل أن تبقى هي، لأنها وراءها حساب كبير وعسير. والمشكلة الأكبر لإيران أن وضع الداخل الإيراني بات خطرا لدرجة كبيرة، بحيث إيران تقصف العراق بصورة واضحة، لأن هناك فصائل بدأت تؤثر على داخل إيران تأخذ المنطقة الشمالية مكانا، وهذه حجة جديدة قديمة في نفس الوقت. إذن إيران في مأزق في الداخل ومأزق في العراق، ونعتقد في تصورتنا كمتابعين أن العد التنازلي لإيران بات سريعا وقريبا نهايتها. من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، شكرا جزيلا لك.